جريدة الدولة الجديدة. عدنا كرام كما أن وعدناكم ووعد الحر دين عليه، كما وعدناكم نفي. اليوم معنا حالة جديدة من فساد قسم التعمير بجماعة الخبيزات. هاد الحالات اللي كما قلنا لكم أو تسميات ديالهم ما عرفناهمش، واش شطط أو اختلاسات أو اختلالات، اللي هي عندها مجموعة ديال التسميات اللي كاملين كيجتمعوا في هاد قسم التعمير. كما غادي تشوفوا معنا اليوم هاد الحالة، واللي هي كما قلنا لكم حالة من المجموعة ديال الحالات، سواء الحالة السابقة اللي كنا صردنا لكم والحالة اللي غادي تشوفوها اليوم، ومجموعة ديال الضحايا اللي باقي غادي نصردوهم عليكم من هنا لقدام. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا، غادي نعرضوا عليكم واحد الضحية اللي هو كيعاني من قسم التعمير، ونحكيوا لكم التفاصيل ونرجعوا معكم. سي سعيد السلام عليكم. عليكم السلام الله تعالى وبركاته. سي سعيد، تقدر تقول لنا شنو هما الاكراهات او الاشكال اللي لقيتي مع جماعه التعمير قسم التعمير لجماعه الخميس؟ اولا السلام عليكم. انا واحد الضحيه من ديك الضحايا ديال الناس اللي كتعاني من قسم التعمير. صفتي انايا ما نكذبش عليكم، تكلفت 20 عام هذه وانا خدام. المهم اش غنقول لكم، جاب الله شي بركه خديت واحد الوقعه. من بعد هاد المسائل قاعد العذاب اللي دوزته في حياتي انايا على ود باش ندير واحد السكينه لوليداتي، خديت ديك البقعه درت المسائل ديالي الورقه ديالي كلشي ناضي على احسن ما يرون. المهم الورقه اللي طلبوا ليا كان ديال هاد القسم التعمير، دفعت لهم البلان ديالي على اساس انه باش يدوز بحالي بحال عباد الله. المهم اكتشفت ان قسم التعمير ما كيخدمش في الصالح ديال المواطن، يعني كيخدم في الصالح ديالهم هما بالخصوص. علاش؟ البلان ديالي كان كل مره كنجي كنسول عليه، دفعتو التاريخ هو عندي التوصيل ديال الاخر، انا راه حطيتو في 22 شهر 11 2018. هانتوما كيما كتشوفوا داكشي متق، ماشي زعما كنهضر على الهوا ولا شي حاجه. المهم كنمشي هاد السيمانه كيقول لك السيمانه الجايه غيدوز، السيمانه الاخرى السيمانه. المهم دابا البلان ديالي هادي سنه عام وانا كنقاسي وكنتعذب في هاد البلان هذا. ملي كنسول عباد الله كنقول لهم واش البنك كيدوز هاد المساله هادي، كيقول لك لا 15 يوم 20 يوم وكاع الا تعطل اقصى تقدير شهر. المهم البنك كيدوز. هاد الناس هادو ملي سولت وكحست هاد شي ناس تما كاينين في قسم التعمير، قال لك اودي خصك الا بغيتي كدا حكا دوز البلان ديالك. المهم راه خصك تشوف معانا وهادي وهادي، راه المهم يعني تعطي الفلوس. هذا هو الشيء اللي فهمت من عندهم انا، يعني خصني ضروري من ادي قضية الرشوة باش نعطيهم باش يدوزوا لي البلان ديالي. وانا داك السيد اللي ما بغيش انا نفرش السميه ديالو كدا هادي، خليو داك الشيء مستور. المهم قلت لها المهم غيقضي لي الغرض، المهم انا غادي نوعدك باش غادي نعطيك شي حاجه. المهم وافق ليا، قال لي صافي كون هاني غادي يدوز هاد السيمانه. داز البلان دوزوه صيفطوه للوكاله، جا عندي قال لي خصك تعطينا وها لا كوميسيون باش دوزو عاوتاني. دوزو في 7 شهر 9 2019 على ضعف هاي، وسالي فيه كاع الوكاله والمسائل كاع الناس اللي كانوا حاضرين في لا كوميسيون. المهم سناو الدوسي ديالي داز. من بعد جاني داك السيد قال لي حكا خصك الوعد اللي درتي معايا خصك دير باش يا خويا هذا حقي وواجب، خص هاد الوكاله هادي ولا هاد قسم التعمير خصهم يوقفوا معايا يعطيوني البلان ديالي بحالي بحال عباد الله. هذا واجب خصكم تخدموا معايا. ملي ما عطيتوش داك الشيء اللي كان ناوي في راسو باش غادي نعطيه ليه، المهم حبس ليا البلان وانا لحد الساعه مازال كندق البيبان ما كاينش. فاش مشيتي السي سعيد للوكاله شنو كيقولوا لك؟ كيقولوا لي هاد اصلا هاد البلان هذا عندك انت يا ما كاينش كاع، هاد البقعة عندك ما كايناش في البلان. فكيف يعقل مشاهدينا الكرام ان كما سرد عليكم السي سعيد واللي انا هو يعني هادشي دوخو، نعاود معكم السيد حط في 22/11/2018، وكيف يعقل بانه البلان ديالو لمده ديال سنه كامله ما كيتناقش نهائيا؟
الى غايه انه فاش قال لهم غادي نعطيكم فلوس، فاش طلبوا منهم الفلوس وقال لهم غنعطيكم داز. باش داز هاي الوثيقه اللي ساينين فيها كامل لا كوميسيون ديال البلديه ولا لا كوميسيون ديال الوكاله الحضاريه. فاش طالبوه بداكشي اللي كان موعدهم او ضغطوا عليه باش يعطيوه، هو قال لك انا ما يمكن ليش نعطي لي انني وثائق ديالي كلها سليمه، جميع الوثائق اللي طلبوا لي حطيتها لهم. مشاو للوكاله كيقول له الوكاله هذا البلان ديال هذا الموقعه ديالك في الاصل ما كايناش. مادام بغينا نعرفوا مشاهدينا الكرام وكنطالبوا من جميع المسؤولين انهم يفتحوا تحقيق في هذه القضيه هذه، كما دائما كنقول لكم بانه هذا ضحيه وضحيه اخرى اللي شفتوها قبل، وباقي مجموعه ديال الضحايا اللي غادي نسردوها عليكم وغادي تشوفوها. كنطالبوا من السيد باشا مدينه الخميسات ومن جميع السلطات اللي ما بغيناش نذكروا السيد رئيس مجلس البلدي بحكم انه الخبر في راسكم، وديجا طرقنا ليها في جميع ديال مجموعه ديال الفيديو، دقينا بابو شرحنا له لا سيتياسيون، لكن لا حياه لمن تنادي. اذا ثقتنا في القضاء، ثقتنا في السلطه اللي تدخل على الخط باش تفتح تحقيق في هذا الشيء. سي سعيد، واش هاد المهندسه ديال تستقبلك ما كتستقبلكش، فاش كتمشي؟ عاود للمشاهدين الكرام شنو. اولا السلام عليكم. اش غادي نقول لكم؟ بصراحه شحال من مره كنطلب غير باش نشوف المهندسه ونحكي ليها المعاناه ديالي، لا وعسى تشوف معايا شي حل لهاد الدوسي ديالي. مع الغريب في الامر ما عمرها استقبلتني، فين ما نمشي كنلقاها راها لداخل في الجهاج، كنشوفها هي لداخل، كنسول كيقول عندها اجتماع، لا حقا ما كايناش، لا ما مسالياش، هاد الشهر اليوم غدا اليوم غدا، عييت. والصراحه وانا كنقاسي كنعاني وبزاف بزاف علينا نبقاو حتى لهاد الدرجه هذه، راه بزاف ما نكذبش عليكم، راه قارونا هاد الناس لا اله الا الله وصافي، هذا ما كان. كنطلب الله تعالى يكون معنا. باش كطالب دابا السي سعيد؟ واللي كنطلبوا فيه هما هاد الناس هادو يوقفوا معنا يعطيونا المسائل ديالنا نمشيو نقضيو الغرض ديالنا، ما يخليوناش هكذا اليوم غدا شنو باغيين منا؟ حنا الوثائق ديالنا كلشي موجوده، اللي طلبوها لنا كنحطوها لهم، يعني ما كاينش شي حاجه اللي زعما نقولوا ما كايناش نديروا عليها، ما كاين حتى حاجه، كلشي موجود، الوريقات كلشي موجود، وهما كيعكسوا لنا هاد الامور، حنا بغينا نستافدوا، حنا كنعانيو، هادشي باش غادي ندير شي بريريكا لوليداتي، هما شنقول لكم؟ دايرين لنا العصا في الرويضه، ما بغاوناش الله اعلم، هاد الناس هادو واش بغاو عندنا الله اعلم، ما نعرف. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، ديما كنقول لكم هاد جماعه التعمير عندك تقضي، عند ما عندكش ما تقضيش، كما كنعاودوا نكررها هذه حاله من مجموعه ديال الضحايا، فكيف يعقل بان السيد حط البلون ديالو عام بقسم التعمير وما داش، وكما سمعتوا منه بانه قالوا له اعطينا الفلوس ندوزوا لك البلون ديالك، وفاش اعطاهم وعد باش انه يعطيهم دوزوه فما كاملاش اسبوع. اذا فاش جاو عنده كيطالبوه بهذاك المبلغ اللي كانوا طلبوا منه، وفاش رفض هو يعطي، لانه ما كانتش عنده النيه ديال انه يعطي الرشوه من الاول، لانها كانت مجرد حيله باش يعرف واش فعلا هناك خرقات او هناك نقص في الملف ديالو، ولا هذا الامر هذا كيتوقف غير على الفلوس. كما سمعتوا من عنده بان مجرد ما انه عطى الوعد باش انه يعطي الرشوه داز البلون ديالو، لكن من ما وفاش وما بغاش يعطيه وقفوه ليه. فهنا كنطالبوا من جميع السلطات التدخل، لان الرائحه ديال هذا قسم التعمير اصبحت تزكم الانوف، واصبح الكبير والصغير بمدينه الخميسات يعرف فساد هذا قسم التعمير. ونجدد النداء الى كل المتضررين اللي كاع انه كيعاني من شطط او من خروقات قسم التعمير، ما تسكتوش ايها المواطنين، التجعوا لنا او التجعوا للقضاء، نحن دائما مع المواطن. خلوكم في حلقه اخرى، وسوف نعود الى السي سعيد اللي يقول اخر كلمه. السي سعيد شنو ممكن تقول؟ اش غادي نقول لكم؟ انا بصراحه عييت. علاش؟ كنمشي قسم التعمير كنطلب باش نشوف غير المهندسه ما كتستقبلنيش، كنمشي للوكاله ما كيستقبلني حتى واحد، كنمشي لا سيكيورتي في الباب كيوقفوني كيقول لي حقا المدير، بغيت نشوف المدير واش مش من حقي، كنقول له مودي بغيت نشوف المدير، كيقول لك اسيدي راه عنده اجتماع، كنمشي كيقول لك تسنى حتى الجوج حتى الربعه، كنجلس معاهم حتى
حتى لاخر لحظه. المده ديالاش؟ المده عام وانا كنقاسي عام وكنمشي بحالي. لا غدي عاوتاني السيمانه هاد الشهر هاد الشهر كيقول لك واسير. من بعد الهضره الوحيده اللي ما تفهمات لياش وما بغاتش تدخل لي الراس وما كيقول لك هاد البقعه هادي ما كايناش عندك كاع ما كايناش. ويا عندي البلان ديالي وعندي المسائل ديالي كلها وكيقول لك هاد البقعه ديالك ما كايناش. ومن بعد الكلمه الاخرى باش يصيفطوني منهم يجريو عليا من عندهم حيت علاش برزطتهم بزاف كيقول لك خصك تمشي يا سيدي لعند البلديه هما اللي غيتكلفوا لك بداك الشيء. كنمشي للبلديه كيقول لك الملف ديال الداز في لا كوميسيون راه في الوكاله. بداو كيتلاعبوا بيا ما حيلتي في البلديه ما حيلتي في الوكاله الحضريه. علاش هذا الشيء سيدي؟ علاش هما اصلا كيعصروني باش يخرجوا مني شي حاجه اللي غيستافدوا منها الفلوس او شي حاجه اخرى. انا راه ما عندهم ما غيعصروا مني ما عندهم ما غيخرجوا مني. انا هذا حقي وهذا واجب وطني السكن شريته فلوسي ما صدقوش عليه شي واحد خصني نستافد من السكن. دابا انا كنطالب منهم البلان ديالي يعطيوه ليا نمشي نقضي غراضي نمشي نبني شي سكينه لوليداتي نخرج من الكره اللي طبت. والسلام عليكم.